يبا علوان هدنا عن مشى؟ ايوه مشى. انزين يبا ليش ما قلت له انك وافقت على زواجي من يوسف؟ مو وقت يبا مو وقت، ابو الهام طاح عليه، ابو ودوه المستشفى. لا عال خليه دق على الهام. ما يخالف باشي يبا، نمرهم المستشفى ونطمن عليهم. اقول انت دقيتي على يوسف وقلت له اني انا وافقت على زواجكم؟ ايه يبا كلمته علشان تخلصون المسائل بسرعه. ايه زين سويتي، انا بعد هم ودي اشوفه. السلام عليك. السلام. هلا، ايش في عمي؟ ودوه العنايه المركزه والله يستر. الله يستر بستره. ايش سويت مع ابوك؟ ذمتك هذا وقت عاد؟ ايش فيك؟ حبيت اطمن بس. بقى براسكم. عظم الله اجرك. ابيك تخلص كل الاوراق باكر وكل الاجراءات، والدفان ابي باكر. حاضر، انا رايح الحين. خلي اتصل في الوالد. حياك دعاء، حياك. تفضلي. لا على السلامة. لا على سلامتك يا دعاء. توما نور البيت. صدقين دعاء البيت من غيرك ظلمة يلوع الشب، ما كان لي خلق قاعد فيه كلش. دعاء ايش تشربين؟ ايش تاكلين؟ انا اليوم قرصون خمس نجوم، اي طلب تبينه اي اكله بخاطرك قولي وانا تحت امرك. بتروحين غرفتك؟ يلا تفضل يا ولدي تفضل. انا ادري مشتاق عليك. على العموم انا خليك تبدين هدومك وترتاحين، ها؟ وانا قاعد تحت. وانت بتنزلين ترى انا ما راح اطلع اليوم، قاعد ماشي؟ يلا. تكلمين احد؟ ها فهمت. تبيني اكلم بروان؟ حاضر على امرك، الحين اكلمه. الفال لك ان شاء الله. على فكره يا دعاء ترى انت ورده. لا انت باقه ورده. إن شاء الله كلها كم يوم بترجعين نفس قبل وأحسن. يوسف هلا والله. الحمد لله بخير، الله يسلمك. تبي تشوفني؟ والله حتى انا ودي اشوفك بعد. لا والله الحين ما اقدر، عندنا حاله وفاه. اجرنا اجرك مشكور. اقول يوسف تداوم الليل؟ اي تداوم في المكتب عندك بالشركه. زين على ايش رايك لو امرك الليله واشوفك هناك؟ دكتور جاسم طال عمرك يقابلك. يخليك تفضل. خليك تفضل ان شاء الله. عال خلاص مثل ما اتفقنا، ها؟ خير ان شاء الله. يلا فما الله. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يا ابو علي. الله اجرك خالي. اجرنا واجرك يا حبيبي. مشكور ان شاء الله. مشكور ما تقصر. زين نكيت بعد الحين عشان نروح نعزي اهل الهام. حاضر على امرك. انا كلمت عدنان قبل شوي. إيه؟ قال انه جاي الشركه ومعه اوراق مهمه يبي توقيعك عليهم، فقلت فرصه دامك موجود بالشركه. اي اكلمك لان بيك موضوع مهم وعقب روح العزيمه. يعني موضوع خير؟ ايش موضوع بصراحه يا خالي؟
أنا أساساً كنت متردد أني أشتغل عندكم بالشركة، لكن حضرتك أقنعتني وقلت لي أجرب. صحيح، بس علمني، قول لي في شيء مضايق هني؟ لا يا خالي ما في شيء مضايقني، بس أنا اهتمام الأول والأخير هو التدريس بالجامعة والبحث العلمي وتأليف الكتب، وأنت عارف هالشيء زين. وبصراحة يا خالي شغلي معاكم بالشركة قاعد يسبب لي متاعب، ماني قادر أنسق بين شغله هني وشغله بالجامعة، علشان كذي أنا أتمنى إنك تعفيني من المنصب اللي أعطيتني إياه وتدور أحد ثاني غيري. هذا رأيك النهائي يا جاسم؟ إي نعم يا خالي، هذا قراري، وما بيك تزعل مني، لأن هذا مصلحة العمل، وأنا بتم منصبي بشكل مؤقت إلا ما تلقون أحد ثاني غيري. يصير خير يا جاسم، على العموم اللي تبيه إن شاء الله بيصير، كل اللي يهمنا ترى راحتك. هلا عمي. هلا حيا الله من يانا. الله يحييك، شلونك باي؟ هلا عمي، تفضل تفضل. مشكور، ما تقصر. عبدو اثنين قهوه. ها ادري انا عمي، تفضل مشكور يا ولدي، ما تقصر. تفضل استني. حسين بارك الله فيك. تو ما نور المكتب. نور يبا راعيه. بس عسى ما عطلتك عن شغلك. لا عمي يا فح، لا عطلتني ولا شيء. اكيد مستغرب اني انا طلبت اني اشوف كريم مكتبك وبهالوقت. بصراحه اي، بس اكيد في سبب مهم. ايه روان قالت لك اني انا وافقت، مو كذي؟ اي نعم عمي قالت لي. بس موافقتي كانت عنك قبل اعرف عنك بعض المعلومات واللي ابي اتاكد منها. شو اللي سمعته طال عمرك؟ ابي اعرف شنو السبب اللي خلى الوالد يترك المقاولات ويسكر الشركه. ايش تبيني اقول لك عمي؟ تبيني اقص عليك واحط لك مبررات؟ ترى هذا وايد سهل، بس يا ريت يا عمي انك تكون متاكد من المعلومات اللي وصلتك من غيري. واذا قلت لك اني مصمم اني اسمع منك كل شيء وتصدقني؟ اسمع كلامك بالاول بعدين ارد على سؤالك. حاضر، انا بقول لك السالفه كلها، وذاك الوقت يا عمي بتكون انت الحكم. الهام، بصراحه انا حسيت ان خالتك حصه زعلت لانك مشيت بسرعه. سحر وسليمان بيباتون عنده، وبعدين قلت لهم ان انا بمر عليهم كل يوم العصر، ايش حقه تزعل بعد؟ وبيني وبينك انا تركت بيت ابوي عقب وفاته، ايش فيها هذه؟ الهام، انت ايش حقه معصب الله يهداك؟ رايحه اعصابك رايحه، ترى العصبيه مو زينه، بعدين هذا امر الله سبحانه وتعالى ما لنا اعتراض عليه. والنعم بالله. انا اسفه بس بصراحه انا اعصابي وايد تلفانه، ابي اروح ارتاح احسن. تدري هذا احسن شيء بتسوينه. ودي انام الليله بدار بروحي. ها ليش؟ محتاج اني اكون بروحي، ابي انفرد بنفسي. حياتي صدقيني ما راح اذيك بنومتي، بس المهم اكون يمك. ارجوك انا محتاج اني اكون بروحي. خلاص خلاص حبيبتي، انت نامي في الدار وانا نام باي مكان. تصبح على خير. وانت من اهله مسكينه الهام. وهذه السالفه كلها يا عمي وروان تعرفها، مبين ان حياتك فيها صراعات ومشاكل كثيره. اقول ما ودك انك ترجع شركه ابوك لمكانتها الاوليه بالسوق، وتوقف ابوي اللي دمره ابوك وتحداهم، وترجع حق اختك مهما كان الثمن. انا ادري ان التحديات اللي تواجهني كثيره، بس شو اسوي؟ انا بين امرين، يا المواجهه يا الانسحاب. واذا كانت المواجهه هي صعبه وخطره، فالانسحاب عندي يا عمي هو الموت. هذا وضعي اليوم. رغم اعجابي فيك وبشجاعتك، لكن انا بالنهايه ولدي ابو، ومن حقي اني اخاف على بنتي. من حقك يا عمي. المشكله اني انا الحين وافقت وروان فرحانه وسعيده، وبصراحه ماني عارف شو اقول لها. يا ليتها ما عرفت انك موافق، كان الوضع بيكون سهل بالنسبه لها لما تعرف انك رافض اساسا. والحل؟ والحل يا يوسف؟ أنا أقول لها يعني أبي أقول لها إحنا نأجل موضوع الزواج نظرا لظروف دعاء أختي، وبعدين عاد أنا بغيب عنها
وما أشوفها فترة طويلة. بعدين أقولها خلاص هونت، أنا ظروفي صعبة وما أقدر على الزواج ونفتك. بس هم تنصدم لبنية؟ لا تخاف عني، لا تخاف، أنا ببين له إن أنا مو خوش ولد، أنا إنسان جاي طمعان في ثروتكم، وبعدين بقول له إن أنا حصلت واحدة غنية مستعدة تصرف علي. يعني عمي أنا ببين له إن أنا إنسان نذل، ببين له إن إنسان حقير، إنسان ما أستاهلها. وأنت بعد عمي، أنت بعد من صوبك شوه صورتي، شوه صورتي قدامه، قول لها خل تحمد ربها إن افتكت من واحد انتهازي، واحد حقير نذل مثلي أنا. بس إيش كلها؟ ليش يا يوسف تشوه صورتك وسمعتك قدام روان؟ ليش؟ علشان لا تحس بالألم، لا تحس بالألم اللي أنا حاس فيه يا عمي. أقول ما قلت لي إنك رافض الزواج، عرفت ليش؟ ما أدري يوسف كلم أبوي ولا لا، خذ وياه موعد ولا لا، صار بينهم والله ما أدري. جهاز مغلق؟ معقولة؟ ما له عادة. الو، هلا روان. لا ماكو شيء، تلفوني ما في شحن. روان ما كان في داعي تتصلين على البيت وانت عارفه حال الدعاء. انا اسفه اذا كنت اذيت دعاء، بس صدقني ما كان قصدي، كنت خايفه وبغيت اطمن. ما توقعت ان الدعاء بتاذى بنجرح احساسها. خلاص انت روح تطمن عليها، وإذا قدرت طمني عليها. مع السلامة. أنا فعلا غلطانة، ما كان مفروض أتصل بيوسف على تليفون البيت، وأنا أدري إن دعاء بروحها مسكينة تأذت بسبتي. سامحيني يا دعاء، أتمنى إنك تسامحيني. ما عليه دعاء، أدري تأخرت عليك. بعدين يا دعاء عاد، بعدين أقولك على اللي صار بيني وبين أبو روان. أهم شيء الحين أبيش ترتاحين وتنسين كل شيء، مثل ما قال الدكتور، أهم شيء الراحة والهدوء والمعنويات المرتفعة، علشان إن شاء الله تشين ترتاحين نفسيا والطيبين. فيش هو؟ عارف سامع على الكرسي؟ ها؟ لا إيه، لا يبا، أنا كنت قاعدة بروحي ونمت من غير ما أحس. تنطرين المكالمة من أحد؟ لا يبا، بس كنت قاعدة أشوف إذا في أحد متصل فيني ولا لا. زين بالله علميني، من هو اللي بيتصل فيك وأنت نايمة؟ ما حد يبا. زين يبا، أنا بروح الشركة، وقومي نامي بفراشك أحسن من نومتك على الكرسي. يبا؟ خير يبا. يوسف ما اتصل فيك علشان يشوفك؟ هاي يبا ما ادري كان اتصل فيني ولا لا، انا تليفوني مسكر وانا بالعزة. اكيد انشغل بدعاء،
انا متاكده انه بيتصل فيك اليوم. الله يسهل امور ان شاء الله. يبا معقولة لما الحين تليفونك مغلق يا يوسف؟ ألو صباح الخير. صباح النور. أقول عمر راح المدرسة؟ قعدت مبكر وديت المدرسة. أنت شلونك؟ أنا بخير الله يسلمك. الحقيقة خطر على بالي أني أنا أسولف مع أحد، فيا على بالي الله يرحمه عبد الرحمن. الله يرحمه، أدري أنه بالنسبة لك كل شيء. الله يرحمه. عادي بصراحة ما لقيت قدامي غيرك أنت، يعني أفتح له قلبي وأسولف وياه، وبس عسى أني أنا ما أكدرك أو أني أضايقك. معقولة تثقل علي ولا تكدرني؟ بالعكس أنا فرحانة لأني جيت على بالك وأنت حزين ومهموم. أي واضح يبين على صوتك. أكيد الإنسان اللي يعز واحد دايما يتذكره، في سواء كان في الفرحة أو في الحزن، وانت باين عليك حزين وتبي تفرغ همومك. أنا موجودة. ليش؟ لأنه يعزه. إيه؟ يا أدلة خلاص تشوفني هناك موجودة بعد أقل من ساعة. يلا مع السلامة. صباح الخير. ايه صباح الخير. عسى ما تاخرت عليك. لا بالعكس، بس انا اسف اني ازعجتك. لا تقول كذي. المهم شو اللي مضايقك ومكدرك؟ امس كنت معانا مرتاح مستانس. الظاهر يا امل اللي مثلي مو من حقه يرتاح. تتذكر الوالد الله يرحمه ايش كان يقول لك في هذه الحاله؟ كان يقول بعدنان دائما يفكر باللي حواليه وينسى نفسه، علشان كذي رب العالمين ما ينساك. الله يرحمه، كان كلامه مثل البلسم على الجرح. انت قلت لي تبي تسولف لي، انا هني عشان اسمعك. صحيح انا دائما من طبعي اني احاول اني اريح اللي حوالي، لكن في هناك انسانه يمي وعزيزه علي ماني قادر اريحها. ومن هي هذه؟ بنتي روان. ايش فيها روان؟ متعلقه بواحد وتبي ترتبط فيه. ما ادري الرفض، احس انه بتكدر وبيضيق خلقها. وإن وافقت حس إن حياتها بتكون متعبة ومؤلمة وياها. الولد ظروفه صعبة، ماني عارف شو أسوي، علشان كذي أنا مثل ما تشايفتني ضايق خلقي ومتكدر. هذا الموضوع يبي له شيء نشربه وبعدين تقول لي السالفة شوي شوي. جاسم ما تبي تروح الجامعة؟ شوي شوي. شنو شوي شوي؟ قوم بتروح الجامعة ولا لا؟ عبير ما عندي محاضرات بالكلية اليوم. زين والشركة؟ مالي رايح. ليش؟ لا يكون ماخذ إجازة، ترى وجودك مهم مع أبوي. عدنان ماخذ إجازة عشان أبو الهام متوفي، أنت نسيت؟ قوم بسك نوم. جاسم أنا استقلت من الشركة يا عبير، استقلت. شنو؟ استقلت؟ اللي سمعتي، أنا مالي مكان بالشركة يا عبير، أنا مكاني بالجامعة، أنا ريال أكاديمي ماني اقتصادي، فوق هذا كله ماني مرتاح بالوظيفة اللي قاعد أشتغل فيها، فالأحسن إني أشتغل بمكان أنا أحبه وأرتاح فيه وأقدر أفيد الناس، علشان كذي قلت الخالي يدور واحد ثاني غيري يقدر يخدمه ويخدم الشركة. خلصنا يا عبير؟ إي تاخذ القرار بنفسك وتنفذه من غير ما تقولي ولا تستشيرني بعد. لو حاسس إنك مستعدة تسمعين وتفهمين كان قلت، لكن ادري اللي بسمع منك هو صراخ ونجره واعصاب، فقلت ليش هاللوي هذا كله؟ اسوي اللي انا ابيه وعقب لاحق على الصراخ والنجره. دام انك فاقد الامل ويائس مني لهالدرجه، شو اللي جابرك تعيش معاي طول هالمده؟ خوش سؤال، يا ليت تدورين على الجواب وتعلميني، ومني لما تلقين جواب واخرع عن وجهي لاني بنام. عبير جسمي كله متكسر، خليني انام. الله يرحم والديك. Thank you.
المدرسة اللي أنا فيها يا أمل. يحق لك تحتار لأنك تفكر بعقل وقلب الأبو، الأبو اللي خاف على مصلحة بنته وسعادتها. علشان كذي أنا قلت السالفة وناطش تشورين علي. أنا من رأيي إن روان لازم تعرف كل شيء عن يوسف، عن حياته، عن التحديات اللي يعيشها وظروفه، وبعدين تقدر تختار. إيه عارفة كل شيء عنه، ومع هذا متمسكة فيه. خلاص خلها تتحمل نتيجة اختيارها. إيه بس أنا وأبوها من حقي عليها إني أخاف عليها ولا أجي لها الزوج المناسب اللي أمن لها حياتها ومستقبلها. ماكو شيء مضمون. اسألني. أول ما خذت فهد كان عنده وظيفة ممتازة والمستقبل قدامه حلو، لكن للأسف لما مشي في طريق الإدمان دمر حياتنا وخلاها جحيم. إيش قصدك؟ قصدي لا تفتش عن الظروف، فتش عن الشخص نفسه، لأن شخصية الإنسان هي اللي ممكن يقدر يواجه فيها ظروفه بعدين. أبوي الله يرحمه كان يقول بعدنان لنظرة في الناس. قول لي شنو نظرتك حق يوسف؟ مو ظروفه، شخصيته. بصراحة هو ريال طيب وزين وما عليه خلاف. خلاص عيل، نقول حق روان مبروك. كلامك هذا وايد وايد ريحتيني يعني. انت هم ريحني وخلنا نمشي. جرب موعد عمر يرد من المدرسة. على فكرة يا أمل عندي مفاجأة وايد وايد حلوة لعمر. ما نصدق يا ولدي يا يوسف ان مشروع مثل هذا ممكن يمشي علينا. الحمد لله يا لا، والأغرب من كذي ان بدر لا يصوبنا ولا تدخل، الظاهر مثل ما قلت خايف من الخسائر. يوسف يا ابوك ايش فيك؟ ايش علامك؟ حسى بس حالة اختك ما اثرت عليك. لا لا ماكو شيء. الحمد لله. على كل حال احنا المفروض اليوم نوقع العقد. وانا مجهز كل شيء. والرسومات والمخطط كله موجودين. شوفوا. لو سمحت. ايوه. استاذ يوسف موجود؟ ايه تفضل داخل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. من رخصتك استاذ؟ انا عندي شوية اوراق بصورهم عشان اخذهم وياك. خذ راحتك عمي. تفضل. يا هلا روان. شلونك؟ زينة. عسى ما شر. ايش في تليفونك مغلق؟ بصراحة يعني تليفوني طاح مني واخترب. وبعد انت عارفة الوضع، انا ما عندي وقت اروح اصلحه. وتليفون المكتب خربان بعد؟ لا ايش دعوة، مو خربان بس بصراحة أنا من أول ما دشيت الشركة وأنا حايس بهالشغل متراكم متأخر علي. يعني مثلك عارف أنا صار لي كم يوم ويت الشركة، وسبب إني كنت مشغول مع دعاء بالبيت. الله يكون بعونك. إلا ما قلت لي ليش ما حاجيت أبوي مثل ما وعدتني؟ يعني أنا قلت يا روان خلنا أرتب أموري أول شيء وأصفي بالي، بعدين إن شاء الله راح أكلمه. عدل كلامك. زين شو وراك الحين؟ أنا عندي شغل مع فارس، شغل مهم ولازم أنا أكون موجود. خلاص عطني تليفونك أنا أخذ صلحة، ما وراي شيء. لا لا أنا عطيت تليفوني حق عبدو، عبدو يقول إنه يعرف واحد يصلح تليفونات وعطيته تليفوني. ماشي. على العموم أنا لازم أمشي الحين، ما ودي أعطلك عن شغلك. دير بالك على نفسك وسلم لي على دعاء وايد. مع السلامة. عمي أنا أحبك وايد وايد، لأن أنت مع عمي جيت وخذيتوني المدرسة. كل اليهال أهلهم ياخذونهم إلا أنا. ولا يهمك داب هالشي وانسك. خلاص يبا أنا كل ما لقيت نفسي ما عندي شغل ها جيت المدرسة وأخذتك. بعد إيش تبي؟ أنت كذي بتدلل وايد، وبعدين ما أقدر عليك. إحنا كم عمر عندنا؟ أقول إيش رأيك نشوف لنا مكان قريب ونتغدى فيه؟ عافينا هالمرة، عمر متعود يجي من المدرسة ويتغدى وينام سيده. انت غدا ويروح ينام. ايش قلت حبيبي عمر؟ موافق وموافق وموافق. ما دام انتم الاغلبيه انا هم موافقه وامري لله. عدنان راح شركه اليوم غصب اقنعته يداوم.
وراه وايد شغلات متعطله، بس وصيته عقب ما يخلص يمرني هني. صدقيني عاد حتى انا وراي شغال متعطله تنطرني. روح يا سليمان جاب شغلك، واذا خلصت تعالي هني، قعدتك بالبيت ما منها فايده. اشوف عمتي الهام بينت. خير خالتي، في شيء؟ سلامتك عمتي، الحمد لله على السلامه. ايش دعوه كل هذا عشان ما بت عندكم ليله وفاه ابوي؟ بكيفك، ما حد اجبرك. ما له داعي هالحكي يا يمه، الله يهداك. مو شغلك، سكتي انتي. انا ما نمت عندكم ذاك اليوم لاني كنت وايد تعبانه، حاسه نفسي مخنوقه. علينا الحكي، دمعه واحده ما نزلتيها على ابوك، لو واحد قريب كان بكيتي. شنو قلبك هذا صخر؟ انا اللي قلبي صخر يا خالتي؟ منو قدك حبيبتي؟ تزوجتي عدنان الله ولد الحسب والنسب، وقمت تحلين وتربطين، واحنا قمنا نسمع. الحين فهمت ليش ضايق خلقك ومتكدره، عشان تزوجت عدنان الله، ولا تبيني اعيش طول عمري خدامه تحت ريولك؟ انت تامرين وانا اطيع واسكت، مو هذا اللي تبينه؟ انا ما ابي شيء من احد، اللي يبي يقعد يقعد واللي ما يبي يقعد كيفه. اهدي يا عمتي الله هداك، الهام ما سويت شيء غلط تستاهل كل هذا. تكفين يمه اهدي، ما يخالف يا الهام، الحزن على فاق ابوي مأثر على اعصاب الوالده ومكدرها، ولا هي ترى ما تقصد شيء. وانا عذرتها ومقدره ظروفها. لاني حزينه ولا انا متكدره، واعصابي تمام وعارفه شنو اقول. بالنسبه لكم اذا بتقعدون بالبيت قعدوا، بس انا بهد لكم البيت واطلع. انا اسفه يا الهام على اللي حصل. ما في داعي للاسف حبيبتي، ما صار شيء. سليمان انت رايح الشركه؟ اي نعم. وصلني وروح، في شيء مهم نسيته بالشركه ومحتاجته ضروري، ارد مع عدنان. ما علي يا سليمان بتعبك معاي، بس مصدعه وايد وما اقدر اسوق. حاضر تفضلي. لا يكون زعلتي يا الهام ما تردين هني. ما ارد؟ هذا بيت ابوي وما حد يقدر يمنعني من دخوله. لاحظت من كلام عمتي حصة انك تضايقتي وايد، بس ما علي الهام، المرة كبرت وخرفت. المرة هذه اللي هي اسمها حصة اصحى مني ومنك يا سليمان. وعلى فكرة لاحظت شيء ثاني، انك بتقولين شيء بيني وبينك، علشان كذي قلتي لي تعال وصلني معك. اي تدري عاد عقب وفاة ابوي الله يرحمه، حصة صعب تعيش بالبيت بروحها، تتعب. صح كلامك، فكرت انا وسحر ان نقعد عندها كم يوم، بعدين اجيبها تقعد عندي كم شهر، يعني شوي شوي لما تفتكي منها. افتك منها؟ ومنو قال لك ان انا بفتك منها؟ ها؟ هاي ايش تبين؟ لا يعني ابيكم تاخذونها تعيش عندكم كم يوم، عقب تقنعونها انها تعيش عندي، يعني ما بيها تكون وحيده. عمتي حصه تقعد عندك؟ ماني فاهم انا. مو لازم تفهم، انت نفذ اللي انا ابيه وانت ساكت. حاضر انا بسكت، بس تظنيني الهام ان عمتي حصه بتوافق على هالشيء؟ عادي هني اي ذكائكم، انتوا اذا خدتوها عندكم البيت عملوها بلطف بحنان، وبعدين اثروا عليها انها تعيش عندي كم يوم. ودي افهم شو اللي يدور براسك. مو لازم تعرف شو اللي يدور براسي، المهم نفذ اللي يدور براسي، عرفت؟ وذيك الساعه ترى بتشوف مفاجاه حلوه، وانت تعرف مفاجات الهام. حاضر الهام، بس المسألة هذه يبي لها وقت. مو مشكلة، اخذ الوقت اللي انت تبيه، بس في النهاية لازم حصتي عند البيت. ما ادري ايش اللي غيرك كذي يا يوسف، ايش اللي خلاك تنساني هالمدة كلها؟ ما علي يا روان، صبري، قدري ظروفه، انت عارفة ظروفه هالايام. عسى ما شاريبه، علامة قاعدة بروحك؟ مش ما نزلت وتعشيت ويانا؟ مو مشتهي اكل يبا، بعدين انا تغديت العصر. ها، ما تعلمين ايش فيك؟ يبا، ما فيني شيء. على يانا، على ابوك يا روان. صدقني يا يبا، ما فيني شيء. على العموم انا ادري ايش اللي مضايقك ومكدر خاطرك، معاملة يوسف لك هاليومين. لا يبا، يوسف ما غير معاملتني، بعدين ليش قاعد تسأل يبا؟ انت سامع ولا شايف شيء؟ لا بس هو اتصل فيني واحنا قعدنا مع بعض وطلب مني انه يبتعد عنك شوي. ها؟
قصدك يبا؟ لا، شو اللي قاعد تقوله؟ يبا انت ما وافقت على طلبه من كم يوم؟ شو اللي غيرك كذي؟ شو اللي صار؟ اهدي اهدي بس يا روان اهدي. انا صحيح بالاول اني وافقت على زواجك من يوسف، لكني عرفت اشياء ازعجتني. الولد قدامه رحله صعبه يا بنيتي، وانا ابو ومن حقي اني اخاف على بنتي. انا اعرف يوسف عدل يا يبا، وهو قايل لي عن كل شيء ولا غشني. انا اعرف كل شيء يا روان. الولد قدامه طريق صعب، قدامه تحديات لها اول ما لها تالي. بيعيش بقلق وحيره، وانا خايف عليك، خايف عليك من هالاشياء تدمر حياتك الزوجيه. يبا ممكن اسالك سؤال؟ تفضلي يا يبا. انت ببدايه حياتك ما واجهتك تحديات وصعوبات؟ بل وانتصرت عليها بالايمان وتخطيت كل العقبات بالاراده، مو هذا كلامك لنا يا يبا؟ بل هذا صحيح، وانا واثقه ان يوسف بيسوي مثلك واكثر. والله يا بنتي ماني عارف شو اقول لك. على العموم هذا اختيارك، وعسى الله يوفقك. يعني موافق يبا؟ ايه يا يبا موافق، موافق يا حبيبتي، بس لي طلب عندك. ها امر امر تدلل يبا. ما بيش تبغينه، ما بيش تقولي له اي شيء يوسف، فهمتي؟ انا بنفس اللي بقول له. حاضر اللي تشوفه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك؟ هلا، كيف حالك؟ بخير. انا حقيقة انا اسف اني دشيت كذي عليك على طول، ما لقيت احد والله. لا لا احمد، مكانك تفضل تفضل استريح. مشكور مشكور، ما قصرت. حقيقة انت يعني واضح انك مستغرب من جيتي لك. ها والله يعني عمي، بس ترى ها انا ماشي على اللي اتفقنا عليه حرفيا بالضبط، وتقدر تتاكد من هذا بنفسك. روان قالت انك بالفعل لا تسال عنها ولا تتصل فيها. انا عند كلمتي يا عمي، ما غيرتها. وانا قلت روان كل الحكي اللي دار بيننا من كم يوم. ليش عمي؟ ليش قلت لها؟ روان لازم تعرف كل شيء عشان تختار بحريه وبدون اي ضغط عليها. وقدرت يا عمي تتغلب على خوفك على بنتك ومستقبلها؟ اي نعم، وتأكدت من شيء يخص موضوعك انت، موضوع الغش في مواد البناء والاساسات. ابوك الله يرحمه كان ضحية الناس، ما عنده لا ضمير ولا اخلاق. يعني تأكدت؟ تأكدت انه ريال كان طيب وعمره ما اذى احد، دفع كل فلوسه وحلاله علشان يبرر ذمته قدام الله وقدام الناس ويرد للناس حقوقها. الحمد لله انك عرفت كل هذا. المهم بشرني انت شلونك مع الشغل الحين؟ ماشي، هذا احنا نسعى وربك ما يقصر، بين فتره وفتره تجينا مشاريع زينه. حلو، على تمام. اسمعي يا يوسف، على اليوم ورايح انك تركز كل جهتك على شغلك وتنسى كل الصراعات والمشاكل وكل التحديات. افرض انا نسيتها يا عمي، ايه بتنساني؟ يعني مؤقتا، ليه ما توقف على ريولك وشد حيلك. صدقني يا عمي الواحد ما يدور على المشاكل. ادري ادري يا يوسف، اسمعني زين، باليوم رايح ابيك تعتبرني منزله ابوك الله يرحمه، واي شيء تبي اي شيء تحتاجه لا تروح لحد، تجيني على طول، سمعت؟ مشكور يا عمي ما قصرت. اسمح لي امشي الحين، عندي شغل ينطرني ولازم امشي. وح حياك الله عمي. الله يحييك. اقول يوسف وانا ابوك يبا، صلح تلفونك. ها تلفونك صلحه صلحه. يلا فرغ الله. صلح ليش ما صلح؟ صحيح احنا عايشين ببيت واحد، لكن انا وعبير اغراب عن بعض، كل واحد بصوب. ايش هالحكي يا جاسم؟ هذا الصج يا يمه، ماني قادر اركز على اي شيء، حتى الشغل اللي هو حياتي ماني قادر اسويه زين، وانت اكثر واحده تعرفيني، لان صارت نفسيتي تعبانه ما اقدر احقق اي شيء. لا حول ولا قوه الا بالله، بديت احس بالذنب واني انا السبب. وانت ايش ذنبك يا يمه؟ انا اللي حنيت عليك وقلت لك تتزوج، وفرضت عليك عبير قبل لا اسمع رايك. كله مني. ايش قلت لهم نفسك؟ خلاص الحكي ما منه فايده الحين. على رايك ما منه فايده ولازم تتحملها. اقول جاسم اليوم ماكو شيء بالطريق؟ شيء بالطريق يعني شنو؟
قصدي ياهل. ياهل؟ لا ما اعتقد، ولو في شيء كان قالت لعبير. تعرف يما، تعرف ان هذا الياهل بيكون احسن حل للمشاكل اللي بينكم؟ وجود الياهل يا يما بيخليكم تمسكون ببعض وتحاولون تحلون الخلافات اللي بينكم بهدوء وعقل، علشان لا يتأذى الطفل ويحس معاكم بأمان. وهم عبير بعد تنشغل بتربية الطفل وبتنسى كل المشاكل اللي تسبب لكم الخلافات هذه. احتمال، واحتمال مع وجود الطفل تتم عبير على مشاكلها وعنادها، ويكون الطفل هذا ضحية مشاكلنا. أنا ما بك تكون يائس كذي يا جاسم، ولا تفقد الأمل في علاج حالة عبير. تبين الصج يمه؟ أنا فكرت إن احنا ننفصل، كل واحد فينا يشوف حياته. ها؟ بتطلق عبير يا جاسم؟ يا وقت علم